ما قلت فيه رسمات فيه نقشات فيه كل بدأنا في تربية الطيور لا سيما طيور الزينة، وبدأنا في جلب هذه الطيور من الخارج سواء عن طريق الضفة الغربية أو الأردن أو حتى من داخل الأخضر المحتل. حاولنا على العديد من المرات كنا ندخل بيض من الخارج، ونحاول جاهدين يعني إنه هذا البيض يعني ينجح عندنا ونفقسه وكذا. أول اهتماماتنا كانت بدجاج البراهمة، البراهمة اللي ممتاز أول إشي فيه كان ضخامته وارتفاعه وضخامة الشكل فيه. بعد هيك بدأنا نهتم في المقاييس الجمالية اللي بتتعلق فيه، مثلا حجم العرف مش لازم يكون كبير، لون المنقار، لون العين، حجم السيفات والسراويل في هذا الدجاج، لون الأرجل، شكل الظهر، شكل الصدر، شكل الجناح في هذا الطائر اهتمينا فيه طورناه. طبعا في عندنا ألوان متعددة منه. شراء طيور الزينة من الخارج غالية الثمن، يعني الحبة بدأ 1000 شيكل و 1500 شيكل في بعض الأحيان، ممكن توصل 2000 شيكل. فيش عندنا وسائل نقل سهلة، يعني احنا كنا نحاول مع التجار ندخل طيور الزينة على غزة، الحبة الواحدة بتكلفك 300 شيكل نقل غير ثمنها. أحيانا كنا نتعرض أنه أثناء النقل في الطريق صادرها الكيان الإسرائيلي أو على الحواجز وكذا، لما يكتشفوا في بيض يقول لك ممنوع يدخل على غزة أو ممنوع يدخل لأراضينا. عندنا صعوبة اللي هو عندنا فقاسات، فيش عندك كهرباء، تضطر تستعمل بدائل مش مضمونة، أحيانا البطاريات، أحيانا بدك تستعمل جرة غاز على هذا. فدخلنا الدجاج الملكي او الدجاج الاندونيسي او اللامبرجيني زي ما هو موجود في الصوره معكم هان. طبعا هذا الدجاج يمتاز بعظمه الاسود، لحمه الاسود، جلده الاسود، ريشه الاسود، عينه السوداء، حتى الكبد والقلب، كل حاجه في الدجاج عباره عن لون اسود. إن هو دجاج ملكي، يعني يقدر سعر الدجاجه برا في دول برا اللي هي عباره عن تقريبا يعني ال 2000 دولار. وطير الزينه عالم اخر، يعني حياه اخرى، يعني جمال اخر، بيعطي لك انعكاس للطبيعه رغم الظروف ورغم الحرب ورغم الحصار اللي احنا فيه في قطاع غزه ورغم الذيك اللي احنا فيه، لكن بفضل الله هذا يعني قدرنا انه ننجز ونصنع مستويات تنافس المستويات العالميه، تنافس المستويات الاوروبيه، وعلى استعداد انه نعرض طيرنا في معارض اجنبيه ودوليه. بصفه عامه هي تعتبر هوايه كصفه عامه اولى، لكن تعتبر كمصدر رزق في ظل القطاع اللي احنا فيه ما فيش دخل. بالنسبه لطيور الزين هي الى اكل مخصص، يعني نظام غذائي مخصص لتحافظ على جمالها ويعني الاناقه تبعتها.